بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أهلا بكم مع زوجة جديدة من زوجات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة معنا مين؟ النهاردة معنا أم المؤمنين ستنا صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مين ستنا صفية؟ ستنا صفية كانت يهودية، أبوها حيي ابن أخطب من كبار اليهود، من قادة اليهود، عمها كان من كبار أحبار اليهود وجوزها كان يهودي. عمها كان من كبار أحبار اليهود وكان حافظ التوراة وكان قرأ في التوراة وصف نبي آخر الزمان. فأول ما سيدنا رسول الله دخل المدينة راح حيي بن أخطب يقابل النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتأكد هو ده الوصف اللي عندهم في التوراة ولا لأ. راح للنبي اتكلم معاه ورجع تاني لأخوه، فأخوه قال له ماذا وجدت؟ أهو هو؟ فقال نعم هو هو، رأيت خاتم النبوة فتأكدت أنه هو. فقال أخو حيي اللي هو يبقى عم ستنا صفية فما تنوي؟ طب هنعمل معاه إيه؟ قال عداوته ما حييت. يعني كان عارف أن ده نبي آخر الزمان، كان عارف، كان التوراة فيها كل وصف النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه هيخرج من عند العرب. عشان كده ربنا في القرآن قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. حضرتك تتلخبط في ولادك؟ لا يمكن. أهو اليهود ما يتلخبطوش في النبي عليه الصلاة والسلام، زي ما أنت لا يمكن تتلخبط في ابنك. مين كان قاعد عمال يسمع الحوار ده؟ ستنا صفية بنت حيي بن أخطب بطلة حلقة النهاردة. فتيقنت ستنا صفية إن ده نبي آخر الزمان، وتلف الأيام وتحصل معركة بين اليهود وبين المسلمين، حاولوا يعتدوا على المسلمين فاحنا دفعنا عن نفسنا وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام وانتصر المسلمون. واتأثرت قبيلة ستنا صفية بنت حيي بن أخطب، واتقتل حيي بن أخطب على الكفر، واتقتل عمها، واتقتل زوجها، فأصبحت وحيدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكانت في الأسرة، فراحت تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقالت السلام عليك يا رسول الله. فالنبي تعجب انها بتقول يا رسول الله وهي يهودية، فقصت عليه ما دار بين عمها وبين أبوها. حكيت له يا رسول الله ده حصل كذا كذا، وأنا سمعت أبويا بيقول، ودني سمعته بيقول كذا وكذا وكذا وكذا. فأوحى الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يخيرها بين الزواج منه والإسلام والبقاء في المدينة، أو أن يردها إلى أهلها والعتق من السبي، ما تبقاش من السبي ولا حاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خيرها، فقالت يا رسول الله بتخيرني في إيه؟ والله لقد رغبت في الإسلام وصدقتك وآمنت بك قبل أن تخيرني، والله إني لأختار الله ورسوله ولا أختار الحرية وأن أعود إلى أهلي. فتم الزواج المبارك، وتزوج سيدنا رسول الله بستنا صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان الحكمة كبير من زواجها التأليف بين المسلمين واليهود، لأن بعدها حصل هدوء وسلام إلى حد ما كبير بين المسلمين واليهود. ستنا صفية كانت صغيرة شوية رضي الله عنها أرضها، صغيرة حبة كتير. فأول ما تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي غيران؟ طبعا ستنا عائشة رضي الله عنها أرضها. فقالت يا رسول الله تزوجت؟ فقال نعم يا عائشة. ستنا عائشة عارفة أن طبعا ده أمر من الله تبارك وتعالى، بس بتغير. قالت تزوجت يا رسول الله؟ قال نعم يا عائشة. قالت صفية هتعمل كده؟ فقال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لتغير لون البحر. دي ما قالتش حاجة يا رسول الله، دي شاورت كده، أو بس كانت تقصد أن السيدة صفية رضي الله عنها قصيرة. كلمة دي غيبة، والغيبة عقابها كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب
إيه كمان هيحصل مواقف جميلة بين ستنا صفية وبين سيدنا رسول الله، موقف منتهى الرقية والشياكة والجمال. إحنا نتعجب لما واحد يعني يحترم مراته أو يفتح لها باب العربية ويقفل لها باب العربية. سيدنا رسول الله عمل حاجات أشيك من كده وأرقى من كده. كان بيعمل إيه عشان ستنا صفية رضي الله عنها وأرضها قصيرة شوية، فكانت يا حبيبتي ما تعرفش تركب الناقل وحدها، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحط ركبته على الأرض والركبة التانية يوقفها كده ينصبها عليه الصلاة والسلام علشان ستنا صفية تخطي على رجل النبي وتطلع على الناقة رضي الله عنها وأرضها. فكانت ستنا صفية تتكسف تقول له أنا أحط رجلي على فخذك الشريف يا رسول الله، فكانت تستحي فتحط ركبتها على فخذ النبي وبالرجل التانية تطلع على الناقة رضي الله تعالى عنها وأرضها. رقي وجمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحصل موقف تاني جميل جداً، بعد ما تزوج النبي بستنا صفية رضي الله عنها وأرضها يلاقي خضار كده في وشها كأنه ورم، حاجة غريبة، فيقول لها ما هذا يا صفية؟ قالت يا رسول الله أصل أنا قبل المعركة على طول شفت رؤية، رأيت كأن القمر سقط في حجري، فقمت من نومي وقصصت هذه الرؤية على زوجي فلطمني كما ترى. وقال تتمنين الزواج من ملك يثرب؟ انت عايز تتجوزي ملك يثرب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصعبت على النبي جدا، بتقول فجعل يواسيني ويواسيني كأنه هو اللي ضربني، هو ما عمليش حاجة عليه الصلاة والسلام. قعد يواسيها ويطيب بخاطرها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وتلاحظوا حاجة كمان يا جماعة جميلة جدا، كل مرة حد يحلم بالنبي عليه الصلاة والسلام لازم يمثل للنبي بالأمر، صح؟ لازم يبقى أمر عشان هو أمر صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن أمنا الجميلة ستنا صفية رضي الله عنها وأرضاها. ويحصل موقف تاني جميل جدا نتعلم منه درس مهم جدا في الحياة ما بين سيدنا رسول الله وستنا صفية رضي الله عنها وأرضاها. مرة النبي كان في المسجد معتكف عليه الصلاة والسلام، وجات له ستنا صفية رضي الله عنها وأرضاها، كانت تكلموا في موضوع معين وخلصنا الموضوع، بس كانت الدنيا ليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما حبش إنها تروح لوحدها. جميل وجميل صلى الله عليه وسلم. فقام معاها يوصلها لحد البيت، فهم ماشيين وقفوا كده شوية بيتكلموا في موضوع، بيتناقشوا في حاجة مع بعض، فوقفوا شوية ففي اتنين صحابة معديين مش مميزين مين الست دي، لابسة اسود مش عارفين هي مين، فوصوا كده وراحوا مدوا بسرعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تعالوا تعالوا على رسليكما تعالوا. فرجعوا خير يا رسول الله؟ قال إنها صفية. فقالوا أو أنا شك فيك يا رسول الله، تفكرنا هنشك فيك؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يلقي في أنفسكما أمرا فتهلكا. خفت لحسن الشيطان يرمي في قلبكم، شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام وقف مع واحدة ست بالليل، خفت الشيطان يرمي دي في قلبكم فتهلكوا. النبي عليه الصلاة والسلام خايف عليهم لأن الشك في رسول الله هلاك وسبب لدخول النار والعياذ بالله. فقال لهم ده أنا خايف عليكم. ومن هنا يا جماعة نتعلم درس كبير جدا في الحياة، ما تعرضش نفسك لشبهة، ولو حد اختلط عليه الأمر وضح زي ما سيدنا رسول الله وضح، قال إنها صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. احنا كده وصلنا لآخر محطة في حياة ستنا صفية. ستنا صفية هتنتقل إلى رب العزة دلوقتي، ستنا صفية هتتوفى رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان عندها 1000 دينار توصي بيهم لستنا عائشة، علاقتهم جميلة ببعض، عندها فلوس هتوصي الفلوس دي اللي تورثها ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. تتوفى سنة 50 هجرية في عهد خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو كالعادة رضي الله عنه كان بيرعى كل أمهات المؤمنين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. دي كانت أمنا صفية بنت حيي بن أخطب. بكرة مع زوجة جديدة من زوجات الحبيب، نشوفكم على خير. شكرا، السلام عليكم. صورة من بيت النبوة.
صبري في وقت الشدايد، ده الطريق بيهون بخطوة، درس بكرة.